مساء الخير على كل مشاهدينا، تحية طيبة وبعد حلقة جديدة النهاردة. ويعني كل سنة وانتم طيبين طبعا، بمناسبة شم النسيم والزهر اللي فتح والفسيخ والرنجة والصور اللي كانت غريبة والناس اللي استمتعت بالبيض الملون واللبس الجديد. مساء الخير عليكم ويومكم جميل ان شاء الله. مساء الخير يا خلود. مساء الخير يا ممدوح، اخبارك ايه؟ الحمد لله انا زي الفل الحمد لله. عملت ايه امبارح؟ احتفلت ازاي؟ ما عملت اي حاجه والله، ما اكلتش لا فسيخ ولا رنجه. ليه كده؟ ما اعرفش اعمل الحاجات دي. ما بتعرفش؟ ماما ما كانتش موجوده. لا ما كانتش موجوده للاسف. بس بتحب الفسيخ؟ جميل بس كل شيء بقدر معين، لان الفسيخ لو زاد عن حده فبيتقلب مع ميه، فتلاقي السمكه اتجمعت جوه المعده عماله تجري بقى، فاهمه؟ فانا مش عايز اكل فسيخ كتير. هو الرنجه بصراحه. كل سنه وانت طيب. كنت بقى في صحه وسلامه. كل سنه وكل مشاهدينا في كل مكان طيبين. حلقه جديده وتحيه طيبه وبعد. والنهارده هنتكلم عن حاجه بقت يعني دايما موجوده في حياتنا، وهي السوشيال ميديا. هي خلاص بقت يعني ما ينفعش نستغنى عنها، صح؟ طبعاً بقت موجوده طبعا. لا السوشيال ميديا بقت جزء لا يجزا من حياتنا الساعتيه مش اليوميه للاسف. كل لحظه بتمسك السوشيال ميديا بتقعد نفتح موبايلاتنا نقعد نبص فيها، حتى احنا قاعدين على ترابيزه اكل. بالظبط. بقت صعبه، بقت صعبه جدا. ولذلك النهارده هنتكلم عن حاجه سلبيه من ضمن السلبيات الكتير اللي بتواجهنا من خلال السوشيال ميديا، ودي طبعا فقرتنا الاولى، وهي النصب. النصب والاحتيال. النصب والاحتيال. هو بصي يعني شركات كتير قوي بتضحك على الشباب اللي موجوده، انت بس اتفرج على اعلان وهتاخد منه فلوس، انت مش عارف تعمل ايه وهتاخد منه فلوس، وكله بقى بيكسل ينزل يشتغل وينزل ينتج لمجتمعه، وخلاص انا هكتفي ان انا عندي بس وصله انترنت في البيت او على موبايلي، اللي احنا كلنا ماسكين موبايلات بسم الله ما شاء الله يعني، وهنقعد بقى ندلع نفسنا في البتاع وبعد كده هاخد فلوس. المهم ان هو في الاخر بيتنصب عليهم، يعني يحط الاكونت بتاع البنك يا اما يتسحب من فيستو يا اما ما يتحطلوش فلوس بعد كل اللي عمله وبعد الانتشار للسوشيال ميديا اللي هو عملها. هي دي المشكله بنقابلها دلوقتي والله. بالظبط. للاسف مش بس النصب المادي زي ما ممدوح بيقول، كمان في نصب حتى في المعلومات. يعني ممكن كتير معلومات بنعملها شير على الفيسبوك من غير ما نتاكد من صحتها، فبالتالي اللي عملها شير او اللي نشرها على السوشيال ميديا يعني بتكون سبب او بتكون نصب في المعلومات من غير ما تتاكد حتى من المصدر. مش بس كده، كمان النصب العاطفي. الله. النصب العاطفي. لا دي حتتي كده مش هتكلم فيها، انا هتفرج عليك. قول انت على النصب العاطفي. دي هنعيش فيها طبعا في الفقره الاولى. طبعاً. اكيد النصب العاطفي اللي احنا بنعاني منه. هيكون معانا الاستاذ نبيل التراوي التروتي، الكاتب الصحفي بجريده الاهرام ورئيس تحرير مجله لغه العصر، اللي هيتكلم معانا اكتر على وسائل النصب الانترنت، البيزنس اللي شغال على الانترنت، ازاي نعرف نبعد عنه، ازاي نعرف نخلي بالنا من فلوسنا، من حياتنا، ما يضحكش علينا بالساهل، ما يبقاش بس احنا كلنا ماسكين الموبايل 24 ساعه ما بنعملش اي حاجه اللي احنا بيضحك علينا، او اكونتات الفيك اللي بتحط العناوين المزيفه. اتضحك عليك كم مره؟ اعترف. لا انا الحمد لله ما ماليش انا في الحاجات البرامج دي. اتضحك عليك كم مره؟ ماليش في البرامج دي. طب ما حدش انتحل شخصيتك؟ لا مرة حصل، حصلت كذا اكونت، واصحابي صراحه وقفوا جنبي وعملنا لهم اغلاق، قفلنا كل الصفحات دي. وبيتكلموا بقى عن لساني، يعني دي مشكله بقى ان هو يتكلموا في السياسه على لساني. يا جماعه طب انا لو عايز اتكلم انا عندي صفحتي الرئيسيه. فلقيت بقى ايه، واحد عايز ينتقم من اي حد فيبتدي يورد اشاعات عليه او يروج الاشاعات عليه. تتعرف ان في بلاد عن طريق الفيسبوك او عن طريق الاشاعات المغرضه دي ممكن تقع في بعضها طبعاً. فتن طائفيه طبعاً. مشاكل خارجيه يعني لا الموضوع صعب، الموضوع حتى صعب في كبير. الكوره كمان. التعصب في الكوره بيحصل من خلال السوشيال ميديا. يا جماعه في كمان شخصيات عامه كتير بينتحلوا شخصياتهم يعني، ودي بتبقى برضو مشكله كبيره جدا. ومش بس شخصيات عامه، حتى شخصيات الناس العاديه ممكن تلاقي شخصيه خدت صورتك وعملت اكونت فيك وعاشت مع الناس جدا ومفيش اي مشكله. هنعرف كمان منكو اذا اتنصب عليكم او اذا اتضحك عليكم في مره، زي ما طول الوقت بيضحك علينا من خلال السوشيال ميديا. حلو. ده بقى يبقى بالتواصل، هم هيتواصلوا معانا النهارده على صفحتنا على الفيسبوك، تتواصلوا معانا وتقولوا لنا برضو ايه التجارب اللي انتم مريتوا بيها، عشان مشاهدينا بيتفرجوا يتعلموا من الحاجات اللي احنا بنقع فيها. وارقام تليفوناتنا هتبقى موجوده على الشاشه. بس اول فقره هيبقى معانا استاذ اشرف، صح؟ طبعا. هيبقى الثانيه ولا الاولى؟ الثانيه بقى هتبقى معانا. يعني الاولى هنخش فيها في النصب الالكتروني بالزبط. وبعد كده الفقره الثانيه هيبقى معانا استاذ اشرف. بالظبط. النهارده الفقره الثانيه هيكون معانا استاذ اشرف عبد العزيز طبعا، الخبير القانوني. كل اسئلتكم ممكن تبعتوها من دلوقتي على رقم الاس ام اس او كمان على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، تحيه طيبه وبعد. وكل المسائل القانونيه نحضر بقى الاستاذ نبيل التروتي ونخش نجيب له شويه الاسئله الحلوه. بالظبط كده. انتوا كمان اجهزوا معانا، بعد الفاصل هنقعد مع استاذ نبيل التروتي عشان نقعد نتكلم معاه، صح ولا انا ايه؟ صح جدا. يلا صح بينا. جدا. خليكم معانا وتحيه طيبه وبعد.